حزينة، استعمو حزينة كتير يعني، لأنه في عيال كتير ماتت، في ناس كتير ماتوا، استعمو حزين. أبشع شيء اللي عم يصرخ بس خدوا لي بنتي، بس طالعوا لي بنتي ونحن ما فينا نطالع. إنه خلال ثواني البناية نزلت، كان في عائلة هون، شاب ومرته وبنته صغيرة، هدول يضلوا لحوالي شيء 8-9 ساعات وهنن بالبناية لحتى شالوهن. في عائلة تانية على ما يبدو أنهم حاولوا يطلعوا من الطرف الثاني، كانوا بالطرف الثاني من البناية، وصلوا لآخر يعني تقريبا عند المدخل وهون نزلت عليهم البناية، فهنون ماتوا الأربعة بالكامل، يعني الأب والأم والشاب وبنت. ابني هيك شاب مو كتير كبير يعني، ورفقاته هيك كانوا هون، فهنون اجوا لعندهم للجماعة عم يقولوا كرمال الله انه بشار بس انه طلع لي البنت. قال له عمو نحنا ما فينا نطلع لك البنت، منخاف انه نسحبها نقوم نأذيها يعني. فهنن يعني قالوا ليك فرق الإنقاذ جاي ولا تخافوا وهيك، قالوا إنه عطشانين بس بدنا نشرب وهيك، إنه قالوا ما لنا شايفينك كتير، رح نجيب لك أنينة مي نحنا ندفشها لصوبك يعني، أنت إذا شايفة خدها، إنه بحبش عليه إذا فيك تاخدها. بتصور إنه شرب الزلمي يعني، شرب الصغير اللي جنبه وهيك، بعدين لحتى أنقذون وطالعون من هون. طبعا نحنا كنا حواليهن أكيد. هذا الوضع، هذا الوضع باين لي للعالم، بيسر المبنى وكل ما يملكه الرجل، والله والحمد لله رب العالمين. يوم الكارثه، يوم صار الزلزال الساعه شيء 4 وشوي، انا ببيتي صار تصدع، حملت اولادي ونزلت من المحضر الثاني من هونيك يعني، عرفنا انه البناء هذا انهار، جينا ننقذ اللي فيه، نقذنا مجيد عديره، زوجته ابتهال عديرة وبنته لوتس عديرة، أنا والشباب الطيبين اللي كانوا موجودين هون وما قصروا، كل شاركوا بإنقاذه بإيدي، والله بإيدياتنا، استخدمنا اللي فينا استخدمنا. أما بالنسبة لمرشد حسون وزوجته وأولاده، بعد شيء عدة ساعات لفينا شلناهم، يعني بعد شيء حوالي أكثر من 7-8 ساعات لشلناهم، كانوا متوفين. وابتهال عديرة زوجته، اعتدال عديرة كمان كانت متوفية. والله أبرش بدي أحكي لك عن شيء، ما يعني الشيء صار قبل وصيف. أنا لما فتحت الباب وشفت المحضر نازل، ما عاد فيني أمشي عجري لكتير ولا قليل، وعيط يا بدبو حيدر يا بدبو حيدر، ما حدا رد علي. نحن تهجرنا من الفوعاجين للأمان، وطلع ما في أمان بمنطقة فيها أمان للأسف. شو بدنا نعمل؟ ما شفنا هالبناية إلا مباشرة نزلت، النسوان سكتت كلها، صوتها ما عادت تطلع نهائيا، صارت تصرخ إنه شو في عالم ما في عالم، ما بنعرف، لأنه الدنيا ليل والساعة 4 وشوي. فهون أجت هالشباب بدها تحاول تنقذ هالعالم وطلعهم من تحت الأنقاض، وشفتي سماء وماء وأطنان، شو بدها تعمل؟